مسلسل وأنا أحبك بعد، الحلقة الأولى. أحداث المسلسل جميلة جدا وكوميدية. تابعوا معايا الفيديو للآخر وعرفوا أحداث الحلقة الأولى إيه. بتبدأ الحلقة بخناقة كبيرة بين خالد ولورا، بيقول لها افتحي الباب عشان نتفاهم. قالت له هنتفاهم على طريقتنا، قال لها أيوه على طريقتنا. وبالفعل بتفتح له الباب وبيدخل خالد وبيتخانقوا مع بعض، خناقة كبيرة جدا في المطبخ، بيفضلوا يتضاربوا بالطاسات وبالحلل والأطباق. تعالوا نشوف ايه سبب الخناقة دي. قبل الخناقة بكام يوم كانت لولا راكبة العربية ورايحة علشان خاطر تعمل رياضة في الجيم. بتقابل واحدة وبتبقى تخبط فيها فبتعتذرلها جدا، وبتدخل لصاحبتها منى وبتقول لها انها عايزة تتكلم معاها. لقيت منى متضايقة جدا وبتقول لها ان سبب ضيقتها انها مش قادرة تفهم عبد الله، الواد اللي لسه متعرفة عليه جديد. قالت لها انا معايا جوزي اهو، مش عارفة ان انا افهمه لحد دلوقتي، عادي الرجالة كلهم كده وبعاني منه جدا. في نفس الوقت كان جوزها خالد مع ناصر صاحبه وبيتكلموا عشان يدخل معاه المشروع الجديد، وعمال بيتحايل عليه. بعد كده بيلاقي لورا بتكلمه، بيرد من غير نفس، وطبعا ما كانش طايق حتى انه يكلمها. بعد كده بيقول لها سلام وبيسيب الخط معلق، وبيفضل يتكلم مع ناصر ويقول له ان هي تقيلة الدم وغلسة جدا، وهو مش بيحبها ومغصوب عليها علشان خاطر ابوها بس، عشان خاطر بيعمل معاه مشروع وفي شغل بينهم، فهو بس مغصوب عليها، وان الجوازة دي اصلا جوازة مصلحة وعشان كده هو مستحملها. كل الكلام ده كانت سمعها لورا وهي في العربية وعمالة بتقول قاله، وهو مش بيرد وسمعت كل الكلام. كانت متغاظة جدا منه، بعتت له رسالة انها هتبات عند اهلها الاحسن. اما هنا فهنشوف مامتها وباباها نازلين، وكانت رايحة عيد ميلاد صاحبتها، وعدنان ابنها بيقول لها انها حلوة قوي، كل ده طبعا عشان خاطر ياخد منها فلوس. وهي ماشية بتلاقي بنتها لورا داخلة بتقولها رايحة فين انا جيت. قالت لها خلاص مش رايحة، طالما انت جيتي خلاص انا مش هروح في اي مكان. قالت لها كنت رايحة فين؟ قالت لها كنت رايحة عيد ميلاد صاحبتي وخلاص رجعت. مال فين جوزك، في حاجة بينكوا؟ قالت لها لا ما فيش اي حاجة، احنا كويسين جدا. رد حسن باباها وقال هما بس ايه، تلاقي عنده حبة شغل ومشغول شوية، فبتطمن عليها وبتدخل عشان تنام. ولما بتقوم بتلاقي صور جوزها بتبقى متضايقة جدا وبتقطعها كلها. وبعد كده بتنزل تلعب رياضة علشان تطلع غلها في الرياضة دي، ومتعودة دايما انها تعمل رياضة وتلعب في الجيم علشان خاطر بتبقى متضايقة جدا من تصرفات جوزها معاها. بعد كده بنلاقيها راحت مع مامتها عشان مامتها عايزة تختار ساعة او هدية لباباها، وبتتصل بيها عشان تعرف الساعة دي عجبته ولا لأ، وبتبعت له الصورة كمان، هو المفروض يدفع الفلوس بتاعتها. كانت طبعا مستغربة لورا جدا من تصرفات مامتها وازاي الهدية حتى باباها يدفعها ويشوفها. بعد كده بتروح البيت وجوزها بيلاقي صور كتير جدا وبيستغرب وجود الصور دي كلها في البيت، صورهم مع بعض. بيقول لها الصور دي مش كتير، قالت عادي. وكانت بتعمله الأكل بس في نفس الوقت كانت متضايقة جدا. خرجت مع منى، ومنى بتقول لها ان أدائها في الجيم ما كانش كويس. قالت لها انها متضايقه جدا بسبب جوزها، لانها سمعت محادثه بينه وبين صاحبه ناصر بيشتكي له ان هو اتجوزها جواز مصلحه. هعمل ايه معاه، انا متضايقه جدا. منى قالت لها انا هساعدك وهخلي باباك ومامتك يكرهوه، ركزي معايا. بتروح طبعا اول ما بتروح البيت بتاخد الصور بتاعت جوزها كلها وبتقطعها. جوزها بيجي ما بيلاقيش الصور، طبعا بيستغرب جدا ايه التصرفات دي. بيلاقيها نايمه طبعا على الكنبه او عامله نفسها نايمه، لكن بيسيبها وبيدخل ينام وهو اصلا مش طايقها. بعد كده بيروح الشغل تاني يوم، وقاعد طبعا مع بابا حسن اللي كان بيتكلم في الاجتماع عن التقنيه الموجوده في الشركات بتاعتهم والمشاريع. بعد كده بيلاقي ناصر مش مركز اصلا وعمال كده بيعمل حركات غريبه اثناء الاجتماع. بعد كده بيقعد معاه ويقول له ان ما ينفعش التصرفات بتاعتك دي، وان الانتخابات الجايه هتكون للشباب، ولازم تركز في السوشيال ميديا وتبقى منتشر اكتر علشان خاطر تنجح في الانتخابات. منى بتاخد لورا صاحبتها وبتروح لهاكر علشان خاطر تتصرف مع جوزها وعشان خاطر تكره باباها ومامتها فيه. فبيروحوا وبيلاقوا الهاكر دي بنت صغيره بتطلب فلوس علشان تعمل اللي هم عايزينه. بتقول لها خلاص ادفع لك اللي انت عايزاه، انا بس عايزه كم بنت تعاكس جوزي وتبعت له رسائل صوتيه بصوتها. قالت لها خلاص اديني الفلوس وانا هتصرف. وبتخلص الحلقه الاولى من مسلسل وانا احبك بعد. يا رب الملخص بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكوا على خير واقول لكم باي باي، استنوني الحلقات الجايه.